حركة النهضة تقول إنه الدولة التونسية أصبحت ضعيفة والسيادة الوطنية أصبحت مرتبكة، وذلك بسبب سياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد وبسبب ما تعتبره انقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي الإطار هذا تتهم فيه بتجويع الشعب التونسي من خلال ارتفاع الأسعار، غلاء المعيشة، ارتفاع نسبة البطالة، الفقر، الشوارع. التجويع ما جايش معناها مرة واحدة، التجويع كان نتيجة للسياسات، وكانت هي تحكم، معناها هي تحكم على مر أكثر من معناها 10 سنين، ومن بعد نجيو احنا في عامين باش نصلحوا هذاك الكل صعيب برشا. دونك هي المسؤولة على هذاك، مسؤولة على برشا إضرابات، مسؤولة على برشا لهنا عبيد دخلوا يخدموا من غير حتى منعرفش من غير حتى دراسات. هذي أنا نشوف حركة النهضة مسؤولة، اللي هي قسمت الثور الثروة عبارة عن كعكة، وهي تقسمتها وكل حزب يحب ياخذ جزء منها، ومن بعد تجي تقول عشان نشبهها كيما الرجل التونسي، معناه الأب التونسي عنده عائلة، عنده صغار، دخل في ديون كبيرة مدة 10 سنين، مستحيل اللي هو يخرج منها في عامين. هذي اللي نشوفه. بالطبيعة حركة النهضة باش تبرر موقفها وتقول هكاك، مانيش باش تقول باش تتهم قيس سعيد، خاطر نحالهم السجادة من تحت ساقيهم وخليهم يدوروا في الهواء، نحالهم هك السياسة متاع الإرهاب متاعهم، نحالهم هك الكذب والنفاق متاعهم، نحالهم هك السرقات متاعهم المشبوهة والغير مشبوهة. أخي الشعب كان ما لبس عليه من اللي دخلت حركة النهضة، والشعب هالسيق تختص الأخرى. منين قيس سعيد اش دخلوا قيس سعيد؟ بالعكس قيس سعيد احنا مرينا منه حتى شيء، بالعكس قيس سعيد قاعد ينحي في الفساد، قاعد يحارب في الفساد والفاسدين، وحركة النهضة هي اللي قام ساهمة في تجويع الشعب باللوبيات اللي عاملتها، بك رجال الأعمال اللي هي كانت حطتهم وبعد جبدتهم، قالت لهم اخرجوا من البلاد برا واستثمروا في بلدان أخرى، خلي قيس سعيد يقعد باش يتهموا الشعب اللي هو جوعه، ينهار كله هي تندد بالقيس سعيد جوع الشعب، قيس سعيد عمل، قيس سعيد شنو اللي عمل؟ قيس سعيد ما عنده ما عمل، مرينا منه قيس سعيد قاعد يسرق في البلاد، عنده عائلة متاعه قاعدة تسرق في الفلوس تبعث فيهم لسويسرا والغير سويسرا. حركة النهضة هي المتهمة الأولى والأخيرة. في رأيي أنا في وقت النهضة أخير ممكن كانت الأمور كانت مريقلة شوية، توا على الأخر توا نخدم النهار بـ50، ماشي نفضل حتى 5000 العشيه باش نروح بها، مانيش مفضله. توا المحتوى اللي سمعته الكل كله صحيح ما عدا التاريخ، يعني الدوله انهارت، اقتصادها معناها يزحف زحفان توا وقريب يتوقف وقفه نهائيه، المجتمع عايش في فوضى لا أراك الله مكروه. لكن علاش قلت لك في التاريخ؟ مش بسبب قيس سعيد، هي بدات تنهار من 2012 باش ما نقولوش 2011، من 2012 بدات تنهار. صحيح الانهيار ما كانش يعني كسقوط الصخر، يعني كان بطيء نوعا ما وماشي ويزداد من غير ما المواطن يشعر به، لانه البطء ما يخليكش تشعر بالحاجه، حشاك حشا بنتي، كيما المرض كي يتمكن من جسم الانسان ما يبان الا كي يوصل مرحلته الاخيره والخطيره اللي هي اخطر. هذا اللي صاير لتونس بالضبط، عباره على تونس جسم تمكنت به عده امراض، وكل الامراض هذيك قاعده تاكل في الجسم من داخل والظاهر ما ظاهر شيء. يعني احنا توا في المرحله الخطيره كم حسب رايك مواطن؟ نعم وصلنا لمرحله الخطر بالحق، خطر خطر، وربي يقدر الخير وان شاء الله ربي يخفف علينا منزل كما يقولوها. واللي اخطر من هذا بنتي هو انه انا كمواطن، ونتصور انت والسيد اللي معك، ونتصور كل مواطن تونسي عادي بقطع النظر على الاتجاهات السياسية و و و و الخطر هو انه ما فماش افاق، ما فماش خيط ضوء باين في الاخر،
وكل يوم نزيدوا نزيدوا يزيد الظلام يعني اكثر واكثر. قيس سعيد مريقل ويرحم والديه، اما النهضه قاعده تحكم فينا وتدخلنا في المخدرات وفي واحد وشباب كلهم شيء في هاويه، لا عاد نجموا نعرسوا لا عاد نجموا حتى شيء. يوميا نخدم ب 30,000 يوميا نصرف في 50,000، تو هذا معقول؟ جماعه النهضه هم قاعدين يحكموا فينا، يخبوا في الحليب ويخبوا في الدخان ويخبوا في السكر وبرشا نهضويين، اما ما نحبش نسمي. راهم هم اللي قاعدين يحكموا في البلاد، قيس سعيد راهو مغلوب على امره. اللي سرقوا بن علي وفاميلته في 25 سنه سرقوه هما في 10 سنين، باش تعرف شنو هي قوه الدناء نتاع النهضه اللي يحلوا في فمهم ويتكلموا هذوما. به انا اللوم على قيس سعيد في حاجه بركه، كونه ولد عائله ولد فاميله، خاطر احنا ناس ماناش نتاع ولد عائله وماناش نتاع ولد فاميله، احنا نحبوا ناس بالدبوس، هما كي خلاهم لبرا اش عملوا؟ عملوا اللي ترى فيه هذا كله. فهمتني؟ هما البلاد خلاوها دور ولا، شنو هو باش يعمل قيس سعيد؟ انت تو تمشي للصحراء تلقى واحد متعدي تقول له بربي عايش خويا فماش تفاح، تو يحش بكش هذا كلام هذا، فما تفاح في الصحراء. فهمتني؟ هذوما جماعة النهضة الله يلطف بينا وبيهم. فهمتني؟ أنا تو ماذا بيا فاتته نهار لو 25 هذيك اش يعاود يعمل؟ رأيي أنا يعاود يعمل من أين لك هذا؟ عملوه في العالم كل هذايا، من أين لك هذا؟ أنت البارح كنت ب 25 سنة حبس، اليوم عندك قصورات وعندك الكراب وعندك وما زلت بقارد كورتك تدور، من أين لك هذا؟ سهلة مالة. هي اللي تعمل في التجويع، هي حركة النهضة هي سبب في كل المشاكل الكل في تونس، بالنسبة لي أنا بالطبيعة، فهمت؟ ما هذايا رأيي معناتها، فهمت؟ أنا ما وقيس سعيد بالعكس هما اللي قاعدين يعطلوا فيه على الوضع باش معناتها كيما نقولوا احنا باش يدوروا عليه الشعب. شوف اللي قيس سعيد هو انسان نظيف، لكن ثم سياسه اخرى داخل الدوله، هذه هي المشكله. وعندنا حتى ممكن سياسات خارجيه تحكم فينا، على خاطر حركه النهضه عندها تمويل خارجي، وهذه حاجه صعيبه برشا، معناها اللي احنا باش ننظفوا معناها البلاد وباش نخرجوا العروق نتاعهم، هذه اللي انا نشوفه معناها هي متغلغلة لداخل وتحب لها سنوات باش تخرج، وسنوات إرادة الشعب وإرادة الدولة اللي هي ماهيش إرادة نقول أنا فردية، والأحزاب مشكلتها تحب ترجع وتحب تسيطر وقاعدة تلوي في اليد معناها العصا في يد المجتمع وفي يد الرئيس. هذه اللي أنا نشوفه، بحب تجوعنا باش تقولي اللي هو مش قادر باش يعمل البلاد باش يسير البلاد. المشكلة في الإرادة متاع الشعب اللي لازمنا احنا نخدمه، لازمنا نعرفش انا مش نقعدوا احنا قاعدين نتفرجوا. اذا كان انا شفت غلاء اسعار نجم انا نقاطع بكل بساطة غلاء الاسعار حتى اللي تنقص الحاجة هذيك، دونك ثم ثقافة ثم وعي ثم إرادة شعب، يزم يتصرف يزم يتحرك يزم يخدم وما يلزمش برشا إضرابات باش أموان نتحسنوا هكا اقتصاديا سياحة صورتنا قدام العالم قدام المجتمع. نعرفش انا كيما نقولوا احنا حتى في التعليم زي ما تحسن صورتنا في كل المجالات، في الفلاحة في التعليم في الامن في الاقتصاد. هما اللي قاعدين يخبيوا في المواد الاساسية، وهما عندهم لوبيات وعندهم عندهم باندية، نقولوها احنا باللغة العامة باندية، هما اللي قاعدين ما كيما نقول لك اللوبيات. شنو اللوبيات؟ هي مافيات، مافيات هما اللي قاعدين يخبيو في المواد الأساسية والغير أساسية، يخبيو فيها على الشعب باش الشعب يجوع ويعيط ويسيح يقولوا فديت من حكم قيس سعيد، باش الشعب شنو هو شعب؟ فما شعب من شعب، فما شعب مثقف وواعي فايق بالخزعبلات نتاع حركة النهضة، وفما شعب أمي يتبع مش أمي فايق، أما يتبع في كرشو. فما ناس شيخي الشعب الكل وطني هو، سامحني كيما حركة النهضة ماهيش وطنية، باعت الوطن بأرخص الأثمان. عنا شعب زاد أختي ماهوش وطني، راه فما افراد من الشعب ماهمش وطنيين، يتبع لك في كرشو ديه وشويه في كرشو، ماهوش قاعد يتبع في سياسه البلاد. اخي نحنا يلزمنا نحملوا ونساندوا قيس سعيد باش نخرجوا من المافيا ذي نرتاحوا منهم. نحب ناكل الباقيت بدينار وحتى ما ناكلهاش، ونصبر ونتعلموا الصبر ونعاونوا السيد هذايا ولد العائله. فهمتني؟ يلزمنا نعاونوه، يلزمنا نقفوا معاه مهما تقول النهضة ما بتعمل النهضة، خاطر اللي صاير كله عاملينه هما. أنا نعرف شكون عنده الدب نتاع زيت خلوا له قداش فيه فلوس، مليار هاو مليار خلي كيكة وسكر، معناه قاعدين يحطوا في العصافة العاجلة.
هما اللي قاعدين يعملوا، ولذا احنا ماناش نطيحوا لهم في البياج هذايا. التوانسه انا نطلبهم في الصبر، وعلاش 25 سنه صابرين عند بن علي وساكتين، وعلاش توا شكون اللي نظفوا بن علي؟ نظفته النهضه. بن علي ما مخالو سارق وبيه وعليه وكل شيء، من بعد توا العباد ولاو يقولوا يا حسره على بن علي. ما فماش رؤيه، ما فماش خطاب يبشر بالخير، ما فماش رؤى واستشرافات تبشر بالخير. اللي هاو صار، هاو ضربوا، هاو شدوا، هاو حطوا، هاو خطفوا، هاو سيبوا، هاو حكموا، هاو كذا، هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه، وهذا الكل ما يحلش الازمه نتاع تونس. صحيح هو تو حاجات يلزمها تاقع، خاصة إذا كان البعض الأطراف يعني ارتكبت أخطاء سواء عن حسن نية أو عن سوء نية، لابد أن تحاسب على بعضها، مش النهضة برك تجي تحاسب النهضة ولا ائتلاف الكرامة وتغض الطرف على البقية. البقية هاو مازلنا كي سمعنا البارح برك بعدها شوية على النهضة وعلى ائتلاف الكرامة. عندك ثقة إذا في رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ أنا عندي ثقة، أما المشكلة ماهوش وحده رئيس الجمهورية، ما ثماش قائد معناها وحده، يلزم مركبة كاملة تسير، دولة كاملة، معناها أنا نقول من بنزرت إلى آخر نقطة في الجمهورية، ما يلزمش معناها يلزمنا إحنا نكونوا كلنا يد معاه باش نقدموا البلاد، هذا اللي أنا نجم نقول. أنا منعرف معناها مانيش مانيش منحازة، لكن أنا منحب حتى حزب، خاطر الشعب التونسي كره الأحزاب، كرهها، إذاك علاش ممكن راهو ما صوتش؟ مش على خاطر المشكلة معناها في الرئيس في حد ذاته، لكن ما عادش عندنا ثقة في الأحزاب، ما عادش عندنا ثقة في مجلس النواب اللي قاعد يأخو في الأموال، يتقاسم في الأموال، يلزم تقسيم عادل للثروات، هذي اللي أنا نشوف، مش كرهها ب 700 مليون وتدافع عليك ويقول لك الاتحاد العام التونسي للشغل، بصراحة نقولها، ومن بعد يقول لك تفقير الشعب. يلزم ثم تقسيم أمو عادل، يلزم كيما المواطن التونسي يتصرفوا، مش واحد لهنا يولينا درجة عالية برشا تعيش في مستوى راقي، تقولش عليها تعيش في الأحلام، الطبقة الوسطى اتدمرت تماما، ما عادش موجودة الطبقة الوسطى. كمواطنة تونسية عندك أمل في إنه الأوضاع في على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات تتحسن؟ والله واحد باش ما يفقدش الامل بالطبيعه، نقول عندي امل باش يتحسن الوضع وكها، فهمتني، ان شاء الله نكونوا احسن وخير من هكا معناتها برشا. والله لا عاد عندي جرام تفائل، تو وصلت لمرحله الياس. الحمد لله احنا كبرنا وعشنا وقدمنا للدوله وخدمنا. انا شخصيا قبل ما نخرج في التقاعد خدمت في سلك التعليم 37 سنه نقري في القسم، والحمد لله أدينا رسالتنا على أحسن وجه، ولكن خوفنا على أولادنا وأحفادنا أشي ينتظرهم مساكن، يعني را مستقبلهم. اللهم إذا انظرنا المولى بعين الرحمة مستقبلهم سيكون يعني كارثي.